المشاة ليلا في دمشق لمكان خاص بالسرائين والزعران، وصار الواحد فينا بيقطع مسافة كبيرة حتى ما يمرق منهم. يعني لا شعوريا وقت توصل لنفق أو جسر مشاة المساء بتحط إيدك على شنطتك وبتدعي الله يسلم، والصبية يلي مارقة بالصير تتلفت حواليها وكأنه ماشية بمدينة أشباح. معظم جسور المحافظة عم تتحول بالليل لأماكن مرعبة، وصارت مكان للخطر المجهول بسبب العتم وعدم المراقبة أو المتابعة من قبل الجهات المعنية. الناس عم تطالب أنه لازم يكون في إضاءة لجسور المشاة لحتى المضطر أنه يستخدمها يعبر بسلام، بدون لا أنه يتشلح ولا أنه ينسرق ولا أنه يتم ابتزازه، وخاصة السيدات. ونحن صدقا تواصلنا مع محافظة دمشق ووصلنا لهم الناس شو عم تطالب، فكان الجواب أنه حاليا ما في أي دراسة لإضاءة هي الجسور، وإذا كان في دراسة فالدراسة هي أنه يتم تأجير هي الجسور أو تخصيصها تصير محلات للإعلانات الطرقية. فلما يصير في إعلان طرقي على الجسر فبحسب ما هن وصفوا رح يضوي منه، وفيه فاصل وبرجع حتى أكمل باقي الأخبار.